السلام عليكم طلاب الأول ثانوي العلمي، مادة علوم الأرض والبيئة. شباب، اليوم بدنا نبلش بالفصل الثاني من الوحدة الخامسة. الفصل الثاني اللي هو عنوانه موارد الطاقة والمشكلات البيئية. نحن أنهينا الحديث عن مفهوم البيئة وعن علاقة علم البيئة بالعلوم الأخرى وعن مفهوم الدورات البيوجيوكيميائية، وركزنا بالحديث عن دورة الكربون في الطبيعة. اليوم بدنا نبلش نحكي عن موارد الطاقة. لما نحكي موارد الطاقة في الطبيعة، البيئة بشكل عام، الأرض بشكل عام، النظام البيئي بشكل عام بيحتوي في أغلفتها يلي تحدثنا عنها في الفصل الماضي على موارد طبيعية. موارد طبيعية أي لا يتدخل الإنسان في صناعتها. هاي الموارد الطبيعية نحن بنحصل من خلالها على طاقة، زي النفط مثلا، زي الصخور، زي المعادن، زي المياه. طبعا هاي الموارد الطبيعية تقسم عندي إلى قسمين. في عندي موارد متجددة، هاي الموارد المتجددة بتكون مثلا زي الشمس، زي المياه، زي الرياح، يعني بتجدد حالها بنفسها، هي مواد لا تنضب أي لا تختفي، لا يمكن إنها تختفي، مواد متجددة ما رح يجي يوم من الأيام وإنها تختفي عنا. كمان الموارد الطبيعية تصنف إلى موارد غير متجددة. موارد غير متجددة يعني رح يجي يوم من الأيام وإنه هاي الموارد تختفي، بطل موجودة، هي موارد غير متجددة. طبعا السبب وراء ذلك هي بتحتاج إلى ملايين السنين علشان تتكون، فإذا هي الموجودة حاليا اختفت خلصت خلص، هي بطلت متجددة. أوكي، زي الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري والنفط. أول شيء بدنا نمشي طبعا بالتسلسل اللي وارد بالكتاب، هلأ راح أفرجيكم كيف. أول مصدر من مصادر الطاقة اللي هو الشمس. الشمس من أهم مصادر الطاقة المتجددة، هي من أهم مصادر يلي بتوصلنا، بتعطي الأرض الحرارة والضوء منذ ملايين السنين. الإنسان في القديم كان يعبد الشمس، وكانت حياته متعلقة بالشمس، ومن خلالها بيحدد كثير شغلات. لكن أنا بدي أركز على موضوع إنه هي مصدر الطاقة الرئيسي للأرض. هلأ كيف من الممكن إنه أو الشمس ليش هي مصدر الطاقة؟ شو السبب اللي هي بتعطيني طاقة؟ السبب وراء ذلك، الشمس طبعا هي جرم سماوي. احنا بنعرف انه المجرة بشكل عام، مجرة درب التبانة، فيها اجرام سماوية مضيئة معتمة عاكسة. لكن لما نحكي عن الشمس انا بحكي عنها هي جرم سماوي مضيء بذاته. ليش هو مضيء بذاته؟ ليش هو مصدر للطاقة؟ ليش بيعطينا الطاقة؟ كيف بيعطينا الطاقة؟ هذا ناتج عن سلسلة التفاعلات النووية التي تحدث في أو على الشمس. هي ناتجة من عملية اندماج لذرات الهيدروجين ونظائره علشان يعطيني ذرات الهيليوم. عملية تحول الهيدروجين إلى هيليوم يطلق طاقة إشعاعية عالية، بحكي عنها طاقة شمسية، بتنبعث إن على شكل موجات كهرومغناطيسية، بتنبعث إن للأرض، تنبعث للكواكب الأخرى على شكل موجات كهرومغناطيسية. طبعا هاي الموجات فيها المنيح، فيها مش المنيح، فيها الضار، فيها النافع. بغض النظر، اللي بيهمني إنك تعرفه بأنه شو السبب، شو مصدر الطاقة، أو شو السبب اللي بيخلي الطاقة الشمسية إنها تعطيني طاقة. شو الإشي اللي بيولد هاي الطاقة؟ اللي هي عمليات الاندماج النووي التي تحدث على سطحها، التي تتحول عندي ذرات الهيدروجين إلى ذرات هيليوم. هذا أول مصدر عندنا. أوكي، كمان اليوم نتحدث عن الوقود الأحفوري. هلأ أنهينا الحديث عن الطاقة الشمسية، بدنا نحكي عن الوقود الأحفوري. الوقود الأحفوري طبعا هو من أهم مصادر الطاقة يلي نحن بنستخدمها. تقريبا نحن بنعتمد على الوقود الأحفوري بنسبة ما يقارب 85% كسكان عالم، كسكان الأرض بشكل عام. لما نحكي عن الوقود الأحفوري، هو بيكون موجود على شكل إما نفط أو غاز طبيعي أو فحم حجري. نحن اليوم بدنا نركز على الوقود الأحفوري الموجود على شكل مواد هيدروكربونية صلبة. مواد هيدروكربونية صلبة يعني مواد فيها كربون هيدروجين لكن صلبة.
بدنا نركز في الحديث على الفحم الحجري، على الصخر الذاتي، وعلى رمل القار. الفحم الحجري والصخر الذاتي ورمل القار أساساً الوقود الأحفوري إيش أصله؟ أصله بقايا كائنات حية. هاي الكائنات الحية ماتت، دفنت بعيدا عن عوامل التحلل، تعرضت عندي لدرجة حرارة عالية وضغط عالي عبر سلم الزمن الجيولوجي، تحولت عندي إلى ما يعرف بفحم أو بوقود أحفوري. هذا الوقود الأحفوري بيشكل عنده 92% اللي هو الفحم الحجري من احتياط الوقود الأحفوري العالمي، من أحد الأشكال اللي بيتواجد فيها الوقود الأحفوري كشكل مادة صلبة، اللي هو أول شيء اللي هو الفحم الحجري. تاني شيء اللي هو الصخر الزيتي. نحن نعرف عن الأردن مليئة بالصخر الزيتي. طب إيش هو الصخر الزيتي؟ الصخر الزيتي هي صخور رسوبية بتحتوي على حبيبات صلبة ناعمة لون أسود إلى بني، بتتكون من مادة معدنية وتحوي نسبة مرتفعة من مادة عضوية. شو بسمي هاي المادة العضوية؟ اللي هي الكيروجين. شو بسميها؟ الكيروجين. أوكي؟ المادة العضوية في الكيروجين غير ناضجة لأنها لم تتعرض إلى عوامل ضغط وحرارة لتحويلها إلى نفط. يعني الصخر الزيتي المادة العضوية الموجودة فيه اللي هي بعرفها باسم الكيروجين، لو ظلت واستمرت مدفونة في الأعماق وتعرضت عندي لضغط وحرارة عالية لتحولت عندي إلى نفط. لكن هي للأسف الشديد لم تتعرض لهذا الضغط والحرارة الكافي ليحولها إلى نفط. أوكي؟ شو بهمني تعرف شو اسم المادة العضوية اللي موجودة عندنا بالصخر الزيتي؟ ثالث شيء اللي هو رمل القار. رمل القار هو رمال بتحتوي عندي على مواد هيدروكربونية بسميها البيتيومين. شو بسميها؟ البيتيومين. هي عبارة عن بقايا نفط هاجر إلى أعلى، عملت بكتيريا التربة على تخليصه من محتوياته الغازية فبطل اسمه نفط. شو صار اسمه؟ رمل القار. أوكي؟ هلا بحدد لك إياه على الكتاب كيف موجود. إذا الرمل القار هو عبارة عن رمال، طبعا هي عبارة عن مواد هيدروكربونية، هو من الأساس عبارة عن نفط. أوكي؟ لكن هذا النفط نتيجة إنه بتتذكر لما أخذنا مصيدة النفط، وإنه النفط بتحرك من مكان لمكان آخر عبر التشققات الموجودة عندي في التربة، لما أخذنا عن الصدوع عن الطياب. نتيجة إنه هذا النفط بيتحرك من مكانه بيرتفع نحو الأعلى، بيكون قريب من التربة، فالبكتيريا الموجودة بالتربة بتخلص النفط من محتوياته الغازية فبيبطل اسمه نفط، بصير اسمه رمل القار. أوكي؟ طبعا هي شبيه الأسفلت، طلع كيف الشكل كيف جاي عندك. أوكي، لحديت الآن رمل القار. لو بدي رح أبين لك على الكتاب هلأ هيك مقارنة بسيطة بين رمل القار وبين النفط، إنه رمل القار هو أكثر لزوجة، استخلاصه بيكون أكثر صعوبة. طبعا هو ما فيش يعني لا يقارن بالنفط، النفط اقتصاديا أجدى وكمادة أسهل وأحسن للاستخدام. هلأ بدنا ننتقل حسب ترتيب الكتاب، بدي أنتقل للحديث على مشكلات بيئية. من أهم المشكلات البيئية يلي نحن بنواجهها، أول مشكلة اللي هي استنزاف الموارد الطبيعية. شو المقصود بالاستنزاف؟ بحكي الاستنزاف هو الاستغلال العشوائي وغير المحسوب للموارد الطبيعية بمرور الزمن، الأمر الذي يهدد بنضوبها في أثناء مدة زمنية قصيرة. يعني أنا في عندي مادة طبيعية، أنا بستنزفها، بستخدمها بطريقة همجية، بطريقة غير منظمة، بطريقة استغلالية، بطريقة أنا ما بعمل حساب بكرة، فأنا هذا الإشي بيهدد إنه هي بتخلص قبل أوانها. أوكي؟ من أهم مظاهر استنزاف الموارد الطبيعية أول إشي اللي هو نقص التنوع الحيوي. لاحظ الصور الموجودة قدامك إذا واضحين، اللي هي من أهمها نقص التنوع الحيوي. طبعا التنوع الحيوي بيشمل شو؟ بيشمل نباتات، حيوانات برية، مائية، بحرية، يعني بغض النظر شو أنواع التنوع، بس تنوع حيوي بشكل عام. من أسبابه قطع الغابات. لما نحكي قطع الغابات هو بيهدد عندي أنواع كثيرة من أنواع الشجر. طبعا قطع الغابات بيكون لأهداف اقتصادية، إني أنا أحصل مثلا على أنواع معينة من الخشب واستخدمه لجدوى اقتصاديه، غير مراعي لعمليه انه هذا الخشب فعليا من الممكن انه ينفذ عنا من الطبيعه، غير مراعي انه في عندك حيوانات معينه بتعيش بهذا النوع من انواع الشجر.
كذلك الأمر الحرائق. هلا الحرائق ممكن من ممكن تحدث بسبب الإنسان، من ممكن للأسف الشديد هلا تحدث بصورة طبيعية نتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض. ثالث شيء الرعي الجائر أو الصيد الجائر. لما نحكي الرعي الجائر، المزارع يا دوب بودي الغنمات على منطقة، يا دوب الأعشاب بتكون طالعة شوية بسيطة، بتيجي هالغنمة وبتاكل هالأعشاب. فبحكي بصير في عندي راعي جائر، بودي الغنم في أماكن أعشاب، وهذا الأعشاب من المنتظر إنه يصير مثلا شجر، فهون أنا بعمل عملية قطع، بعمل عملية خلع من الأساس. كذلك الأمر الصيد العشوائي، الصيد الجائر، هذا الإشي كله بيؤدي إلى تدمير مواطن الكائنات الحية، أوكي؟ وبينتج عن ذلك أكيد الأسباب بتؤدي إلى تغير في الكثير من أنواع الكائنات الحية اللي بتعيش وقضاء عليها. تاني إشي من مظاهر استنزاف الموارد الطبيعية يلي هي كمان مشكلة التصحر. لما نحكي التصحر هو التدهور الكلي أو الجزئي الذي يحدث في عنصر أو أكثر من عناصر النظام البيئي، مما يترتب عليه تراجع خصائص التربة النوعية وتدني قدرتها الإنتاجية. أوكي؟ تصبح المناطق غير الصحراوية عاجزة عن إعالة ما يعيش فيها من كائنات حية. تصبح المناطق اللي فيها أعشاب هي مناطق صحراوية، يعني هي مناطق بتكون فيها أعشاب، فيها كمية تنوع حيوي. نتيجة للخلل اللي بيحدث عندي في النظام البيئي، خلل في التربة، خلل في الطبيعة، في الأسباب اللي ذكرناها مسبقا، من قطع الغابات والحيوانات، من قطع الغابات عفوا، من الحرائق، من الصيد والرعي الجائر، هذا كله بيؤدي لظهور مشكلة التصحر. إذا التصحر هي من المظاهر استنزاف الموارد الطبيعية. هلا نيجي للكتاب صفحة 144 اللي هي موارد الطاقة والمشكلات البيئية. عرفنا من خلال الفيديو اللي عرضته انه انا في عندي الموارد، اما بتكون عندنا متجددة او غير متجددة. شو بقصد في الموارد المتجددة؟ الموارد المتجددة هي موارد لا تنضب إذا استغلها الإنسان بأسلوب معتدل بعيدا عن الإسراف، أوكي؟ بينما الموارد غير المتجددة، يعني أنا هاي هيك لهون بهمني، الموارد غير المتجددة هي موارد قابلة للنضوب. ليه؟ لأن ما يؤخذ منها لا يعوض بسرعة، ولأن تجديدها يستغرق أزمانا مختلفة قد تصل إلى ملايين السنين، يلي هي زي الوقود الأحفوري. من موارد الطاقة في الأرض، ومن أهم مصادر الطاقة، المصدر الرئيسي للطاقة في الأرض يلي هو إيش؟ الشمس. الشمس تعد مصدر للطاقة المتجددة والنظيفة، علشان نتيجة من شو كيف بيصير في عندي الشمس؟ تتكون الطاقة في الشمس نتيجة لسلسلة من تفاعلات الاندماج النووي التي تحدث في مركزها نتيجة ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة. يعني أنا في عندي عاملين، أنا في عندي ضغط وفي عندي درجة الحرارة الناتجة من ثقل الطبقات العلوية، يفضي إلى دمج كل نواة 4 ذرات من الهيدروجين وتحويلها إلى ذرة من الهيليوم. هاي عملية شو بسميها؟ بسميها اللي هي الاندماج النووي، أوكي؟ ذرة الهيليوم الجديدة بتكون أقل كثافة من مين؟ من ذرة الهيدروجين، من ذرة الهيدروجين الأربع المدمجة، والفرق في الكتلة يتحول إلى طاقة إشعاعية شمسية تنبعث على شكل موجات كهرومغناطيسية توصل إلى سطح الأرض. أوكي؟ تستقبل الأرض طبعا كميات كبيرة جدا من الطاقة الشمسية. النباتات تقوم بتخزين هاي الطاقة من خلال عملية البناء الضوئي وما إلى ذلك. ننزل تحت، في عندي هون الوقود الأحفوري. الوقود الأحفوري موجود إما على شكل فحم حجري أو نفط أو غاز طبيعي، ينتج من تجمع المواد العضوية عبر العصور الجيولوجية، ويشكل مصدرا من مصادر الطاقة التي حركت وما زالت تحرك التطور الصناعي. للفحم الحجري كيف من الممكن يكون على شكل مواد هيدروكربونية صلبة،
كما ذكرت مسبقا، إما بيكون على شكل فحم حجري، إنه الفحم الحجري طبعا بيشكل 92% من احتياط الوقود والأحفور العالمي، يتكون من بقايا نباتات عاشت على اليابسة في يوم من الأيام، تعيش في غابات كثيفة وما إلى ذلك، ماتت وتحللت ودفنت ثم تحللت، تعفنت بعيدا عن عوامل التحلل، دفنت بعيدا عن عوامل التحلل، وتعرضت عندي للحرارة والضغط وتحولت عندي إلى فحم حجري. ثاني شيء في عندي اللي هو الصخر الزيتي، يطلق على الصخور الرسوبية التي تحتوي حبيبات صلبة ناعمة بالصخر الزيتي ذا لون أسود بني، تتكون من مادة معدنية تحوي نسبة مرتفعة من مادة عضوية بسميها شو؟ الكيروجين. هذا برضو اللي ذكرته مسبقا. بهمني انك تعرف الكيروجين، بهمني جدا انه هاي اسم المادة انك تحفظها. الكيروجين هاي اسم المادة العضوية الموجودة في الصخر الزيتي. افتح اللي بعديها. بحكي لي والمادة العضوية في الكيروجين شو مالها غير ناضجة؟ ليه؟ شو السبب انها غير ناضجة؟ لانها لم تتعرض الى عوامل الضغط وحرارة عالية تكفي لتحويلها الى نفط. ثالث شيء اللي هو رمل القار، تحتوي بعض الرمال على مواد هيدروكربونية، شو بسميها؟ بسميها البتيومين. شو هي البتيومين؟ يمكن أن تكون في طبيعتها بقايا نفط مهاجر إلى أعلى، عملت بكتيريا التربة على تخليصه من محتوياته الغازية. أوكي؟ يمثل رمل القار بالنسبة لتكون النفط مرحلة ما قبل النضوج أو بعده. ماشي يا ماما؟ وين 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 هون؟ رمال القار أكثر لزوجة، يعني هون بالمقارنة من النفط، أكثر لزوجة من النفط، استخلاصها بيكون أكثر صعوبة من النفط. بس لهون، يعني هذا هو اللي بهمنا. صفحة 148 نبلش يحكي لي عن المشكلات البيئية. من أول المشكلات البيئية اللي هي السكان والموارد الطبيعية، وإنه الزيادة السكانية بتعمل عندي على وعاد السكان، بيعطينا بيستلزم إنه مزيدا من الطلب على موضوع الغذاء وإنتاجه. هذا الحكي أوكي. أنا بهمني استنزاف الموارد الطبيعية. شو يعني كلمة استنزاف؟ استنزاف هي الاستغلال العشوائي وغير المحسوب للموارد الطبيعية بمرور الزمن. صفحة 150 بعض مظاهر استنزاف. أول مظهر اللي هو نقص التنوع الحيوي، يشمل نقص التنوع الحيوي اللي هي للنباتات والحيوانات البرية المائية والبحرية من أسبابه قطع الغابات لتوسعة الأراضي والحصول على الخشب للصناعة للأخير. نتج من تلك الأسباب القضاء على أنواع كثيرة من الكائنات الحية. هذا أول شيء. تاني شيء بقى اللي هو التصحر. بدي تعريف التصحر والتدهور الكلي للنظام البيئي. شو بيترتب على التصحر؟ تراجع خصائص التربة النوعية وتدني قدرتها الإنتاجية. أوكي؟